كابتن مشاقي، انا من شويه كنا نعم عارضين فيديو لفريق المحله وهو كاس مصر. اه كاس المشهد ده ممكن يتكرر دلوقتي ولا مستحيل؟ لا لا صعبة صعبة. صعب ليه؟ احنا النهاردة فريق السنة اللي فاتت ربنا كرمنا ان احنا قعدنا في الدوري بدعاء الجمهور بدعاء الاهالي بمساعدة الاخرين، لكن احنا كنا كتيم احنا بنعد نفسنا 3 4 لعيبه اللي في الملعب، هم دولت القوه بتاعه الفريق، في منهم 2 مشوا. فالنهارده الله يكون في عون الموجودين مع الصفقات الجديده اللي اتعملت، سبحان الله، يعني مش دي صفقات اللي تقدر تقعدك في النادي او تقعدك في دوري ممتاز، صعبه. وبعدين احنا نادي جماهيري، فنادي جماهيري المفروض النهارده تدور على الجمهور الاول، الجمهور اللي بيجري معاك بيجري هنا ويروح هنا وبيجي هنا. هما فين النهارده؟ فين الصفقات اللي اتعملت عشان تقعدك كابتن في النادي؟ كابتن اسلام النهارده الانديه بتصرف، اللي معهوش فلوس النهارده في نادي مش هيعرف يشتغل، مش عارف يقعد في النادي، مش عارف يقعد. بقت حرب، حرب في النادي، في الكوره، الكوره بقت حرب دلوقتي النهارده. حرب بمعنى حرب كوره، مش حرب حاجه ثانيه. فالنهارده احنا ما عندناش الاساس اللي احنا نحارب عشانه. احنا كل النهارده بنشحت لعيبه، بناخد الرديف بتاع الانديه، بناخد رديف الرديف كمان. المفروض نعمل صفقتين ثلاثه اربعه، هم يقفوا. ما هو النهارده الوحيد اللي موجود في الفرقه اللي تعتمد عليه عبده يحيى. هو النهارده بقت الفرخه اللي بتبيض لك ذهب. لكن النهارده برضه معرض انه يتباع. لكن النهارده مشي بلحه، مشي هشام بلحه، ومشي يحيى.